السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بسام جابر يحاور. وحوار اليوم سيكون مع الدكتورة راوية بربارة من أبو سنان، سابقا من الناصرة، أعتقد الاسم الكامل هو راوية جرجورة بربارة. منين هاي بربارة هاي جبتوها؟ هاي بربارة عائلة لبنانية في الأصل، في الأصل هن قرية كاملة. ما نحكي عن جرجورة، نهضم حق الناصر. طبعا جرجورة الناصرة إلهن مئات السنين، وإلنا في فرع في شجرة العيلة جرجورة كرياكي يوناني نصراوي. كرياكي اسم يوناني؟ كرياكي يوناني. وجرجورة هاي شجرة العيلة الأصلية التي تفرعت منها كل عيلة جرجورة الموجودة حاليا في الناصرة. في أبو سنان كل آل لحظة بس بإذنك، جرجورة عيلة كبيرة؟ جرجورة هن خربطنا جرجورة على وزن بربارة. لا بس جرجورة هو منيح اللي بتلتغش بالراء، كان علقة جرجورة وبربارة أربع راء. لا بلتغش بالراء عندي وأنا بفتخر كمان باللهجتي. لا طبعا جرجورة عائلة في الناصرة من عائلات الناصرة الأصلية العريقة. صحيح. فطبعا عائلة مشهورة ونتفرع إلى فروع، وكل عائلات الناصرة طبعا وكل الناس خير وبركة. ولكن بس أنا انت رحت تزوجتي في كفرية سيف بربارة. أنا تزوجت في قرية أبو سنان. أبو سنان وكفرية سيف دائما بخربطوني أنا. أبو سنان وكفرية سيف تقريبا بلد وحدي، والدور مشترك. كنت رايحة عليهم بالزيتون من هون ومن هون، والشارع الصغيرة هذاك يقول. لا والمطاعم الحلوة. شيء أحلى من هيك، إذا بتعرف الدكتور أحمد سعد المرحوم كان. بعرفه طبعا. عضو الكنيسة. الله يرحمه. هو وأخوته. دكتور أحمد سعد هو أخوته ثلاث طبقات، ففي منهن بيوت تابعة على مجلس كفرية سيف، ومنهن هو تابع لمجلس أبو سنان. فهالقد احنا يعني تقريبا قرية واحدة، رغم المشاحنات اللي بتعرفها دائما هيك العاطفية بين اهل القرى، انه لا ابو اهل كفر يسيف كذا، اهل ابو سنان كذا. ف بعرفها منيح وفيها شيء بضحك كمان. بقول ذكرت الدكتور احمد سعد. نعم. وانا متذكره الله يرحمه. حتى شكله وشعره الابيض شوي وهيك. ليه ذكرتي انت جبهوية؟ هو جبهوي وكان انتماءات السياسية يعني ليست معلنة، ولكن أنا يعني أعتز في انتمائي لأهلي لشعبي لمجتمعي لكل ما يمكن أن أقدمه من خير لهذا المجتمع. فإذا كان هذا التيار هو اللي بقدم الخير أنا معه. أوكي، جواب دبلوماسي. وإحنا أول ما جيتوا عنا دكتور أو دكتورة راوية بربارة، حكينا شوي عن جوزك المحامي منير بربارة. نعم. عشان بسطت اني قلتي لي انه هو دائما قاعد على هلا ودائما بتابع هلا وعنده تطبيق بانيت. احكي طبعا. عشان بحيي تحيه مني ايضا لزوجي منير من متابعي قناة هلا، وطبعا تطبيق بانيت عنده على التليفون، ونحن يعني كل الاخبار اليوميه والحتلانات ناخذها من تطبيق بانيت منه. مش غلطانين؟ لا مش غلطانين طبعا. تعطينا شوي فكرة عن بيتك دكتورة بربارة. عائلتي المصغرة في أبو سنان. نعم. طبعا زوجي منير بربارة. أهم إشي كلا. طبعا. واحد دائما على الصغير بعدها بتوسع. هذا انتمائي. حتى عن الخبر دكتورة بربارة بيقوله دائما الإنسان أول أهم خبر بيته، بعد بيته جيرانه، بعد جيرانه مجتمعه، بعد بلده، بعد بلده مجتمعه الكبير، وبعدها أمته وشعبه والوطن العربي كله. دوائر الانتماء. دوائر الانتماء عند الإنسان تبدأ من الدائرة الصغيرة، والدائرة الصغيرة هي العائلة. وأنا جدا مسرورة بما وهبني الله، يعني هذه هي بأعتبرها ونعمة بالله. وأنا أعتبرها نعمة من نعم الله التي أغدق بها علي، هي عائلتي، هذه العائلة الصغيرة. يعني هذه العائلة هي كل كينونتي، هي روحي، هي حياتي، هي فرحي، هي بسمتي. عندي شابين وبنت، واحد طبيب بيطري، واحد أنهى هندسة كهرباء. تقدر تحكي الأسامي؟ راح نقول اسم نادين. حنة. جاي معك. نادين كانت بتسوق ولا أنت اللي كنت تسوق؟ لا نادين اليوم كانت مرافقة وكانت سائقة، ويعني حطت لي أغاني على الطريق وتسلينا أنا وياها، وقالت لي ولا وما بعدها الطيبة. منيح اللي كانت نادين معي رفاق. أنتوا كنتم مفكرين الطيبة أقرب عليكم؟ لا أنا أنا أتي إلى المدارس. نادين أول مرة في حياتها تدخل الطيبة اليوم. إن شاء الله عجبتك نادين. طيبة. إن شاء الله تكون عجبتك البلد، و
يعني الطيبة التي نراها في الأخبار مختلفة جدا عن الطيبة التي نراها على أرض الواقع. في الأخبار دايما نحن نسمع أخبار الصراع في الطيبة والقتل، وكأن الواحد يعني بخاف يدخل إلى الطيبة، ولكن عندما تدخل أنت ترى شارع عادي، ناس بلدة عاديين وادعة. جدا. لا بس ده كلك انه الانطباع غلط انه الطيبة ملانة قتل، بالعكس الطيبة لربما هي من اقل القرى، اهل البلدات بديش اقول قرى لانه مدن، معنا مدن عندنا تعرفي الطيبة مدينة وفيها 50-60 ألف واحد، والقاهرة 16 مليون بالنهار او 18 مليون ومدينة، برضه مدينة يعني مرار، فالواحد مش عارف بالضبط الشيء نسبي ايش النسبة. بلدة الطيبة. فالطيبة انا بقول بلده لا مش برابها، حتى كفر ياسيف اللي هن مش مدن وابو سنان، هاي قرى بلدات هذه يعني، قرى، بلدات بس صغيرة، هي مش قرى بلدات صغيرة. يعني. فبقول انه بالنسبه للطيبه أهلها طيبون وأنا أعرفهم، أعرف والناصر اهلها طيبون وكفر ياسيف، وفيهن مشاكل للاسف الشديد، واحنا طبعا شو بنقدر نعمل، بنعمل ضد هاي المشاكل مشان ما يكون هاي المشاكل، ولكن للأسف الشديد يعني حتى لا الواحد تطفو على السطح أستاذ بسام، يعني هذه المشاكل طفت على السطح وهي التي غطت على كل الطيبين والطيبات في استضافتك بلداتنا. هنا دكتور راوية راوية بربارة، استضافتك هنا يعني شيقة إلي، أنا قسم كبير المشاهدين أنا متأكد أكثر بكثير من حادث قتل في أي بلد عربي، طبعا طبعا، عشان وإن شاء الله ربنا نحكي الواحد شوي يعني بالإيجابي مش طبعا طبعا طبعا، أنا أحب الإيجابيات، ويعني أحب أن تنشر فقط الأخبار الإيجابية لا أنا لا أنا أنا ضدك، حتى نعطي لا يعني لا نعطي أولادنا شيء لا لا من دكتورة الأمل. أنت هيك غلطتي، إحنا لماذا؟ أنا أقول لك لأنه إحنا نعطي كل الأخبار مش بس الأخبار الإيجابية، هاي الأخبار الإيجابية بصير فيش مصداقية لنا كوسيلة إعلام، يعني جوزك المحامي منير بربارة لو يشوف إنه فيش عندنا مصداقية بطل يشوفنا، هو لا بده طبعا الحقيقة، طبعا فإحنا طبعا طبعا، لربما أنت قصدتي إشي ثاني أنت كوسيلة إعلام عليك أن تنشر كل الحقائق، بالضبط، ولكن وانت بتحب الايجابي لا لا لا، ولكن ومسموح لك لا، من المهم جدا أيضا أن نظهر الجانب الإيجابي في مجتمعنا. صحيح عندنا إيجابيات كثيرة في مجتمعنا، عندنا مثقفين وعلماء وفنانين وأكاديميين وبنائين وعمال يعني يستحقون كل التقدير، فنحن نظهر المجرم على حساب هذا الطيب، يعني على الأقل يكون في توازن في في ماشي. عشان انت اديبي ومفتش لغة عربية، هذا التوازن اللي بتقولي عنه سماه توفيق الحكيم التعادلية، في له كتاب اسمه التعادلية، في كتابه هذا بيقول توفيق الحكيم، حكينا عنه مرة، شو معنى تعادلية؟ يعني ربما بالإنجليزية يكون بالانس، موازاة أو مساواة، توازن توازن شو تكافؤ، هي تكافؤ للفرص هسا شو حقيقة. هو بيقول؟ بيقول للخير في إشي قباله شو؟ الشر عكسه الشر، للحب شو قباله؟ كراهية، مثلا للمشي شو قباله؟ الوقوف، مثلا للاتحاد السوفيتي في حينه شو قباله؟ امريكا، أمريكا وهكذا كل شيء. فبكل الله سبحانه وتعالى خلق، رح نحكي احنا اشياء دينيه اخرى شوي، خلق الـ 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 الانسان الأبيض والأسود، يعني خلقه وعمل تعادل بالاشياء مشان ما حدا يهزم حدا، طبعا فخلق الكورونا وخلق خلق العلاج، العلاج التطعيم هذا، يعني مثلا بالنسبة للكورونا زوجتي دائما تقول لي لكل داء دواء، يعني هيك بالدين بيقول انه كل داء، فهاي التعادلية. انا طبعا حبيت كثير طبعا، هذا الكتاب كله، بعرف شو بنص ساعة بقراءة قريته لتوفيق هذه الحكيم. التعادلية موجودة في الطبيعة حولنا، يعني لو نظرنا هذه أيضا تعادلية يعني أعطانا إياها الله، الليل والنهار، الشتاء والصيف، كل ما يمكن أن تراه في الطبيعة من ألوان هو عبارة عن تعادلية وتكافؤ. لا يمكن أن يكون الكل سواسية، لا يمكن أن يكون كل الوقت نهار وكل الوقت ليل أو ظلام دامس طوال الوقت، فهذه التعادلية هي التي تثري الحياة وتجعلها جميلة. لسا وانت تحكي هيك ثار سؤال براسي بيني وبين نفسي، انه ليش لما نحط كل الالوان جنب بعض مثلا على شكل دائره ونلف الدائره بسرعه بنشوف اللون ابيض؟ بعرفش، ما عنديش جواب، لربما هذا كمان قسم من الحياه وحكمه الحياه، انه بنهايه الامر يعني المفروض انه حياتنا تكون بيضاء صافيه نقيه وليس العكس. هو يعني نحن كما يقول علماء النفس إنه الإنسان بيخلق صفحة بيضاء وهو يلونها،
فانت بتعرف في قصة للرسول عندما أتى الملاك جبرائيل وأخذ النقطة السوداء من القلب، احكي لنا اياها للناس لا اللي يعني هذه قصة يعني لا أدري مدى تقريبا. صدقها ومدى حقيقتها، اوكي ولكن يقال إنه الإنسان يولد صفحة بيضاء. هناك مجموعة من علماء النفس تقول كلا، الإنسان يولد صفحة بيضاء وفي وسطها نقطة سوداء، هذه النقطة إما تكبر يعني يكبر الشر، وإما تبقى الصفحة بيضاء والنقطة يعني تزول. وتقول القصة بأن الملاك جبرائيل أتى احنا بنقول للنبي جبريل، محمد، جبريل أتى للنبي محمد وهو عند طفل. الجمهور اخوتنا المسيحيين جبرائيل بيقول، جبرائيل ربما انا غلطان برضه، بجوز احنا كمان نسميه جبرائيل، ما بعرف جبريل. إحنا احنا بالنسبة لنا بالفصيح كمسلمين بنقول عنه جبرائيل، وبالعامية بنقول جبريين. هيك جبريين. هاي جديدة علي. فالملاك أخذ النقطة السوداء من قلب النبي محمد، ولكن في النهاية كلياتنا عبارة عن صفحات بيضاء خامة. نحن نلون هذه الخامة حسب مجتمعنا، حسب تربيتنا، حسب عائلتنا، حسب أصدقائنا، حسب مدرستنا، حسب ما نواجهه في الحياة تتلون هذه الصفحة البيضاء. وانت امامك مجموعه من الكتب بكل الالوان، كل طيف الالوان. بتحب الكتابه، بس مين بيقرا اليوم هذيك دكتوره راويه بربره؟ مين بيقراها؟ ما حدا بيقرا. يعني على الأقل على الأقل هل على الجمهور الأقل العربي يقرا؟ لا، الجمهور العربي جمهور معروف أنه لا يقرأ، ولكن للاسف. للأسف. ولكن يعني أنا أريد أن أبشرك بشارة، مثلا كتابي الأخير لا أريد أن أعتاد عليك، ولا أريد أن يعني أن أقول عليك أو عليك، أنت قرر، أنا لا أريد أن أعتاد عليك. 2020 2020 2020 في عز جديد أزمة يعني. في عز أزمة كورونا، في شهر 11 2020 طبع 1000 نسخة، وتقريبا يعني بقي يمكن 100 نسخة. شو افكر انا دكتوره فانه في بربره؟ عندنا مجموعه قراء، ولكن قليل عزيزتي، قليل. شو 1000 نسخه؟ قليل جدا، ولكن انت يعني يعني مثلا الديجيتال، احنا مثلا بموقع بانت بيحكوا انه يوميا في 5 ملايين قارئ. تصفح، لذلك 5 ملايين تصفح اكثر لذلك دقيقه. الان يعني نحن نريد ان ننتقل من الكتاب الورقي الى الكتاب الرقمي، اذا كان التصفح رقميا اسهل على هل نجح القارئ. حسب معرفتك وانت مفتشه اللغه العربيه في البلاد، هل نجح الكتاب الرقمي بالديجيتالي؟ الكتاب الرقمي للمطالعة وللقراءة هي كتب لم تنجح، لأننا ما زلنا نحب رائحة الورق، وما ماشي، زلنا بس نحب انت ملمس الورق. ماشي دكتورة، بس صعب انت تقرأ كل الوقت على الحاسوب، ولكن أنا شخصيا أقرأ كتبا عديدة على الحاسوب، اوكي كتب بالضبط رقمية. بالضبط انت جاوبتي على سؤالي، انه الورق اوكي، انت بتشمي ريحة الورق وتحبيها. واحب المكتبات، ولكن اليوم بيوتنا اصبحت خاوية من هذه المكتبات، لانه عندنا مكتبات رقمية موجودة على الحواسيب. وانا اريد ان اخبرك انه لما قمت ببحث لا الدكتوراه، شوي خلينا لا كيف في هذا بحث البرنامج. الدكتوراه انا استعملت الكتب الرقمية بشكل كبير جدا لحظة شوي، جدا. هذا برنامج فيه اخذ وعطاء، يلا اخذ وعطاء. انت بتحكي قد ما بدك، وانا لازم انا قسم يلا. من البرنامج، فاهمين؟ طبعا انت قسم من لا في برامج، لا اللي بيعمل برنامج بس بيسأل، لا انا بس انا بقول رايي كمان. انت تحاور، اعتقد انه حب الجمهور حب هذا الاسلوب، وعشان هيك خلينا نكمل فيه. بكفي انه جوزك بحبنا، شو بدي انا؟ خلص انت ماخذ الشهاده الكبرى. يسلموا. بدي اقول انه بالنسبه للكتاب الديجيتالي، الكتاب الرقمي، انه يعني لربما يعني هذا أصعب للجيل القارئ أكثر، أعتقد الجيل الأكبر يمكن هو القارئ أكثر، فعشان هيك يعني أوكي بتشم بتحب ريحة الكتاب وهيك، بس وريحة الطباعة وهيك، بس اليوم بطل الكتاب ريحة رائحة، وبطل النكهة صارت أخف. وألف كتاب يعني هذا بالنسبة لك إنجاز كبير وبقدر أفهمك، بس إحنا إلنا ك ك ك, ك أبناء لغة الضاد، وأنت معنا دكتور بربارة، ما بكفي 1000 كتاب. يعني 1000 كتاب هي قيمة بخسة أمام يعني العدد الكبير الموجود في بلادنا. لا تنسى بأننا يعني من الصعب أن نخرج إلى الخارج، إلى خارج الحدود في كتبنا، وهذا يعني أمر صعب جدا. فنحن نبقى هنا مع قراءنا، وقراءنا طبعا إذا ما نشرت قصة من القصص على الفيسبوك فلها العديد من القراء، ولكن الكتاب الورقي طبعا يحبه اكثر كبار السن، الصغار يحبون تذكر كتاب الرقم. الايام لطه حسين. طبعا تقري متعه متعه، حتى استعمال لكلمات معينه وهيك وانت تقراي فيه، وتتذكر انه هذا يعني اللي كتبه اعمى، واللي كتبه كان وزير في حكومه مصر وكذا،
خريج الأزهر، كان عميد كتبوا في الجامعة، واللي كتبوا خريج جامعة أوروبية غربية فرنسية فرنسا. يعني تشعري بقديش أنت يعني قديش ثري المادة اللي أمامك، قديش طه حسين يعني عميد الأدب العربي، وطه حسين حالة خاصة يعني، ربما هو في وقته أعطى الأمل للكثير من فاقدي البصر، فهو كان فاقد البصر لكنه لم يكن فاقد البصيرة. حتى علاقة حبه بزوجته الفرنسية هي علاقة خاصة جدا جدا، يعني هذا الحب الغريب من نوعه، إنه امرأة مبصرة أحبت امرأة فرنسية جميلة مبصرة أحبت رجلا عربيا أعمى، وهي التي كانت تقرأ له، وهذا الحب بينهما يمكن يعني أنا أقول لأولادي بشفق عليكم، ليه بشفق عليهن؟ لأنه الحب اليوم صار هيك نوع من العلاقة على الهواتف المحمولة، يعني لا يشتاقون لبعض، فيش شو، وانت بده بيرفع لها تليفون بشوفها، بتفتح فيديو بتشوفه. شو نعمل؟ شو اقتراحاتك؟ لا أدري، ولكن يعني الحب بحاجة لهذه اللواعج، وبحاجة إلى هذا الشوق وإلى هذا الحنين، وهذا شيء يعني شبه مفقود. فأنا أشفق على حالة الحب الحالية الموجودة في القرن 21، يعني أصبحنا عصرا ماديا أكثر من اللازم، يعني هذا المشاعر الحلوة الرقيقة، روميو يستنى جولييت تحت الشرفة ويعزف لها. ماشي، بس اليوم برضو دكتورة بربارة، لما تشوفي زي ما حكيت معك قبل ما فتنا، كارلا شمعون بتغني لبنانية، بتغني كمان لمطربين آخرين وهيك بهالصوت وبالأداء وهيك كمان، يعني هذا ما كان زمان، يعني ما كان وقت الكتاب هذا اللي بنحكي عنه، لا طه حسين لغيره. لا طبعا، نحن نعيش الآن في عصر يعني يجري بخطوات سريعة جدا جدا، وكل التطورات التقنية جعلت العالم قرية صغيرة، ونحن الآن نستطيع أن نرى وأن نسمع أي إنسان من كل مكان في العالم، لذلك نحن اليوم لا نشعر بالحدود، هذه الحدود اللي كانت تفصلنا وتفصل الدول العربية عنا وتبعدنا عن الناس، اليوم هذه الحدود التغت أنا حسب رأيي، وهذه القرية الصغيرة التي جمعتنا، القرية الرقمية التي جمعتنا، قرية أثرتنا وأغنتنا. دكتورة راوية بربارة من أبو سنان، سابقا من الناصرة، راوية جرجورة بربارة، تعال نبدأ بالمقابلة. يلا، ما لم نبدأ حتى الآن. يا تعال، هيا هل تعتقدين بأننا هيا بنا نبدأ؟ لا يلا. ليش إحنا مجتمعين على هذه الطاولة في قناة هلا الآن؟ تسألني سؤال هذا إيش؟ شو رسالتي؟ سؤال بلاغي. رسالتي كأديبة، رسالتي كباحثة أكاديمية، رسالتي كمفتشة لغة عربية. ماذا تريد؟ تعال نحكي عن كتابك، أحد كتبك اللي بحكي وريني إياه، عن الفاطميين عندك هذيك إياه، مزبوط؟ شو عنوانه؟ طبعا طبعا طبعا، الشعر الفاطمي بين المعاني الدنيوية والعقائدية. أوكي. يعني ما بين الدنيا والدين. هاي نقطة جوهرية جدا، انه بين الدنيا والدين الفرق، يعني فرق شاسع بين السني وبين الشيعة، وانت حكيتي لي وانت تشرب فنجان قهوة بغرفتي انه حكى عن هاي الشيء، انه الفرق بين السني وبين الشيعة، وبديش احكي هاي الكلمة لانه بعرفش اذا حدا بيقبلها على الاقل من جمهور. لا نحن لن نقول المقولة التي قالها المؤيد لدين الله الشيرازي عن الفرق بين السنة والشيعة، ولكن الفرق الديني، يعني الفاطميون هم فرقة من فرق الشيعة الإسماعيلية الإثنى عشرية، يؤمنون بالخلافة الإثنى عشرية. بس هم مثلا ما اشتهروش زي الأمويين زي العباسيين. لا اشتهروا، كان عندهم دولة فاطمية امتدت من الشام. ليش احنا ما سمعناش عنها زي ما سمعنا عنهم أمويين؟ حتى هولاك والتتر سمعنا عنه أكثر من فاطمي، على كل أنا كمتلقي. لأننا يعني ربما يعني كشيعة هنا كسنة هنا لا ندرس تاريخ الشيعة، لو كنا ندرس تاريخ الشيعة لكنا عرفنا مدى عظمة هذه الدولة الفاطمية، هم بنوا القاهرة. تقدر ترتبي لي تفكيري بالنسبة مين شيعة ومين سني تقريبا هيك؟ أرتب لك تفكيرك مين؟ مين يعني مثلا إيران معروف إنها شيعة، بس مش كلها شيعة. إيران شيعة، إيران شيعة، مش كلها، عندهم سنة كمان، شوي سنة بالأهواز، فرع من الفاطميين الآغا خان النزاريين اللي تابعين للنزار الدين، هن فرع من الإسماعيليين، ففي عنا شيعة إسماعيلية، طبعا حزب الله شيعة، في لبنان عنا فرقة كبيرة من الشيعة، في إيران عنا شيعة، في لندن عنا The Institute of Ismaili Literature، أفغانستان هم أكثر شيعة، هم الباكستان ولا؟
لا أدري ولكن يعني أنت تعرف أنه يمكن معمر القذافي قبل ما يقتل كان يريد أن يعلن أنه من نسل الفاطميين. أنا ما أعرفش إذا هو كان بده يعلن هيك. أنا بعرف أنا اجتمعت مع معمر القذافي، كنت عنده، عزمنا على مأدبة الطاغدة، مش أنا لحالي، كان وفد. ماذا قال لك؟ شيعة أم سنة هو؟ لا ما حكينا عن هذا الموضوع، بس بقول لك أنه أنا تأسفت كثير أنه قتل بهاي اللهجة المتوحشة، يعني بشكل وحشي قتل بطريقة، حتى طريقة قتله كانت يعني بدائية، حتى مش فتعرفي، في حينه كان وفد، طلع وفد واجتمع مع القذافي شخص من أعضاء الكنيسة والشخصيات العربية من داخل الخط الأخضر، وفي حينه يعني كثير يعني انتقدوا خروج الوفد واجتماعه مع القذافي. بس هينا شفنا القذافي، شفنا ليبيا بدون القذافي، شفنا العراق بدون، شفنا ليبيا بدون القذافي، وشفنا قديش تقتلوا وقديش وشو الأوضاع لحد هسه مش هادي هناك. فشو بدكم يعني؟ أكيد عندي كثير تحفظات من القذافي، بس يعني على الأقل بفترته ما كانوا يتقتلوا هالقد الناس، وما أعرفش إذا كان الأمن مستتب في ليبيا، وكانت ليبيا يعني مزدهرة وجامعاتها مفتوحة والبلاد مفتوحة. ولكن أنا هنا أريد أن أقول لك يعني ما بين السنة والشيعة والعنة الأرثوذكس والأرمن والكاثوليك واللاتين، هي كلها كراسي لجذب الدنيا إلى الرؤساء كما قال أبو علاء المعري. يعني هي كلها المناصب، قال هذه كلها كراسي لجذب الدنيا إلى الرؤساء، كل هذه يعني الفياصل، الفيصل الشيعي والسني وكل الخوارج. أبو علاء هو من العراق مزبوط؟ أبو علاء المعري، معري من معرة، من معرة النعمان، من حلب، من سوريا. سوريا أوكي. طبعا هو من معرة النعمان، وقيل ويقال بأنه أبو علاء المعري كان ينتسب إلى الشيعة، والمتنبي من العراق، المتنبي من الكوفة. طبعا المتنبي، المتنبي هو من الكوفة من العراق، وهو أيضا كان يعني كان نسبه إلى الشيعة، كان ينسب إلى التيار الشيعي. وأنا في النهاية أقول يعني نحن كناس، كبشر، كعاديين، إن كل انتماءاتنا الدينية مفروضة علينا. يعني أنا لم أختر انتماء الديني وأنت لم تختر انتماءك الديني، في النهاية الانتماء الأسمى هو الإنسانية، لأنه كلنا في الآخر بنصلي وبنعبد نفس الرب. شو في عندك معلومات مهمة تحكي لنا إياها عن الفاطميين؟ أولا يعني الكتاب مثلاً، هذا الكتاب هو بحث في الشعر الفاطمي، وأنا بحث، هذا البحث الأول من نوعه في العالم. شو أهم استنتاج إليك دكتورة؟ أهم استنتاج إلي أن الشعر الفاطمي يقرأ بقراءتين، يعني قصيدة الغزل بتقرأها راوية وبقرأها بسام، يعني بسام واحد ديني وواحد عادي شعبي. بسام يتمتع بالغزل وبالمعاني الرقيقة وبرحلة الشاعر وبمحبوبات الشاعر. راوية التي تعرف أنا خبايا، أنا بالذات بهمني المسحة الفلسفية أكثر من مسحة الغزل. أنت تهمك المسحة الفلسفية، لكن القصيدة التي تقرأها هي قصيدة غزل. إذا كنت تعرف الخبايا، باطن الأمور، يعني بتعرف تحلل، تحط محل، كيف بالرياضيات نحط محل إكس يساوي 3، محل النهار نحن نضع الرمز، محل كلمة ليل نضع رمز، محل الحصان مثلا النهار هو رمز القرآن، رمز الدين الظاهر، الليل رمز الباطن، رمز الأسرار، الحصان مثلا هو رمز للذي يعلمك الدين، الدين لا يعطى لكل إنسان، حسب الشيعة وحسب الفاطميين الدين يعطى فقط، أسرار الدين تعطى فقط للإنسان المستحق. بيشبه الدروز، لدى الدروز إنه مش كل واحد بيقدر. طبعا الحاكم بأمر الله هو ابن مين؟ هو ابن العزيز. العزيز ابن مين؟ ابن المعز، المعز لدين الله الفاطمي الذي بنى مدينة القاهرة مع جوهر الصقلي. فالمعز كان أول خليفة فاطمي حكم مصر في القرن العاشر. بعد ما مات المعز أجا ابنه العزيز حكم مصر، وتزوج تغريد النصرانية. أنت شوف المفارقة، تزوج تغريد النصرانية، عين أخوها، قصد من بدينها نصراوي، تغريد المسيحية، عين أخوها بترك على الإسكندرية، وأخوها الثاني بترك على القاهرة في مناصب دينية مسيحية عليا. وابن العزيز وتغريد هو الحاكم بأمر الله، اللي منه طلعت كل الطائف الدرزية. فإحنا اللي هي مش كبيرة نسبيا،
مثلا مش زي الشيعة لا أعداد لا هائل لا نسبيا. الطائفة الدرزية طائفة مغلقة، يعني طائفة تأبى أن تأخذ من غير طوائف، يعني الدرزي بيتجوز فقط من درزية، وإذا تزوج من دين آخر أو من تيار ديني آخر يعني يحرم من الدين ماشي، ويبعد. بس هذا بينطبق كمان على الديانات الأخرى، على الديانة المسيحية والديانة الإسلامية، ومش بس على الدروز. قصة إنه يتزوج من من، يعني مش متبع، نقول إنه يعني نسبة ضئيلة بتصير زواج مختلط، إذا نسميه من يهود أو من عند المسلمين على الأقل، من يهود أو من مسيحيين، أو يعني عادة الواحد بيحاول يتزوج من جلدته لربما. كانت حياة ستي تقول انا بعرفش بجوز كل من بجليل، وعى دينه الله يعينه. صحيح كل واحد بجليل هيك، لا اللي بقوله بينطبق على الجليل كمان طبعا 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 بشكل الزواج عام. يعني في حالات زواج مختلط، ولكن يعني لا ينظر إليها بعين الرضا من المجتمع، لأنه الأولاد في الآخر. وهي يعني واحدة من هاي روايتي، شو هي روايتي؟ روايتي على شواطئ الترحال، وهي قصة امرأة يهودية، سارة اليهودية المتزوجة من إبراهيم العربي المسلم، وكل ما حدث بينهما على مدار 25 سنة شو صار بينهم؟ حتى وصل ابنهن. كانت علاقة حب كبيرة جدا بينهما، حد ما وصل ابنهم من الجيش. حد وصل ابنهن للتجنيد الإلزامي. وبتعرف إنه الولد حسب القانون الإسرائيلي تابع لأمه. تابع لأمه، فكان مفروض إنه ابنه لإبراهيم يروح على الجيش. يروح شو على صار؟ الجيش. وشو المشكلة؟ صرت ليه ليه شيق ليه أنا. ليه ما راحش ابنه على الجيش؟ ليه كان خايف إنه ابنه يروح على الجيش؟ لأنه أمه لإبراهيم من الضفة، يعني اخواله واولاد اخواله كلهم في الضفه، فهو بيقول ابني بده يروح يقتل مين، بده يروح يحارب مين في الضفه. مش اخواله، كيف؟ اخواله يهود، لا، اخوال ابراهيم الابو، اخوال الابو، اما اخوال امه اخوال الابن يهود. اخوال الابن من تل ابيب، اوكي، ولكن اخوال الاب ابراهيم هني من الضفه لانه امه من الضفه. فكان هذا كيف حل الصراع، مشكلة من النوع؟ كيف حلتيها؟ يعني هي بتبدا الروايه في بدايه، تبدأ الرواية في نهاية، بالنهاية إغراء. فقرة، اقرأ جملتين. كان لابد لي أن أكتب قصتنا، لم أكن أدري بأي لغة أكتبها. ألم تقل إن اللغة هوية، وأنا أضعت هويتي معك قبل اختناقي بك يا غصة العمر. لابد أن أطلق صرخة حبري لأتحرر من حياتي معك، من مجتمعك، من قريتك الفسيفسائية الجليلية هيك المرتاحة تحت أقدام الجبال. شو اسمها؟ سارة بتقول لجوزها؟ بتقول لإبراهيم. كيف تجوزته؟ لا، هاي بالنهاية، هي الآن هاي النهاية ولا البداية؟ لا، هاي النهاية. هي الآن تعود بنا بفلاش باك، وتعيد يعني لنا بتبدي كل بالنهاية. الأحداث، كل الأحداث التي حصلت بينهما حتى وصلت إلى ما وصلت إليه هنا. قديش بتحبي اللغة العربية دكتورة بربارة؟ يعني اللغة العربية عشقي، ليست فقط انتمائي وهويتي، ولكن ولغة تفكيري ولغة تعبيري. أنا أرى أن ربما أسماني والدي راوية، وأجيت اسم تروي على مسمى، فأنا يعني جئت لأروية وأروي تاريخ مجتمعنا وأروي حالات مجتمعنا، حالات الاجتماعية التي نعيشها. وعشقي للغة العربية، كلمة تروي ما دام نحكي، منها تسرد ومنها مثلا تروي، يعني تسقي لربما، تروي الظمأ طبعا. وأنا يعني ربما بكل هذه الكتابات فيها ربما مفهومين. مستقبلا يعني سأروي ظمأ كل من يتلهف لمعرفة ما حدث معنا. طبعا الأدب هو مرآة تعكس الواقع، وفي أدبي وفي أدب كل الأدباء المحليين الفلسطينيين نحن نعكس واقعنا وحياتنا ومجتمعنا. يمكن بعد 30 50 100 سنة يأتي باحث فلسطيني ويريد أن يتعرف على هذا المجتمع الذي نعيشه اليوم، غير التسجيلات طبعا المرئية مثل التلفزيون. وفي عنا الأدب، الأدب هو مرآة الواقع. يعني بيقولوا عن حكينا هاي النقطة كمان نحكيها كمان مرة، بيقولوا عنا كعرب بنحبش القراءة، يعني بيحكوا مثلا عن اليهود بيقروا كثير، بجوز شعب تاني بعرفش بالضبط ما درست، أما عن العرب بيقولوا بيقرأ، إحنا يعني شعب غير قارئ. صحيح. فهيك بيقولوا يعني المستشرقين شو بيقولوا عنا، إنه أمة اقرأ ولا نقرأ لا تقرأ. ومن ناحية ثانية بيقولوا كمان إشي، انه احنا شكاكين. هاي شكاكين بقدر افهمها من المصائب اللي مرناها كأمة اسلاميه، أمة عربيه، ربما بحكي انه نكون شكاكين بكل شيء، اما انا ما نقراش
دائما اقرأ. يعني ربما بالقراءة فقط سنرتقي، ولذلك أنا هنا الآن سأتحول إلى مفتشة اللغة العربية. نحن في وزارة التربية والتعليم عندنا مكتبة الفانوس، نهدي كل طالب في رياض الأطفال 4 كتب، روضة أولى، روضة ثانية، بستان، حتى يصل الطالب إلى الصف الأول يأخذ منا 4 قصص، وفي الصف الثاني يعني كل طالب عربي في البلاد يبني مكتبته الأولى من مكتبة الفانوس، من الكتب التي يأخذها من الوزارة مع توجيهات للأهل. شو بتعطيهم الكتب الوزارة؟ كتب قصص، نحن نعطيهم مجموعة من القصص الملائمة لأعمارهم، وهذه القصص يعني فيها أمور حياتية، كيف نحلم، كيف نبدع، كيف نعيش، كيف نطور لغتنا. فنوجه الأهل اقرأوا مع أولادكم كل يوم. في عندك اقتراح لكم دكتورة راوية بربارة؟ تفضل. هاي الكتب اكتبوا بهاي الكتب، لعله هذا الاقتراح يكون بناء. اكتبوا شو لازم نعمل مشان نربي الابن لأولادنا على أنت ضد العنف، عكس العنف. يعني أن نبدأ بتربية أولادنا إنه ضد إنه العنف، كداش نتحفظ من العنف، كداش نقدر، شو نعمل، شو لازم، كداش العنف مش مليح. هذه وسيلة منهم يعني في سن الطفولة المبكرة. لأنه من شب على شيء شاب عليه. ولكن أستاذ بسام، يعني حتى لو علمناهم في الكتب مشكلتنا أكبر بكثير. يعني مشكلتنا في مجتمعنا الذي يتلقى في الشارع، هذا الشارع الفراغ الموجود فيه الشاب العربي، يعني البطالة المخفية. يعني شاب عربي بيشتغل حتى يطلع في آخر الشهر 5000 شيكل، إذا كان متزوجا مع 7000 شيكل وأرنونة ومي وكهرباء وكل متطلبات الحياة، فهو يعيش في شبه بطالة. هذا ليس عملا، وهو يمكن يعني يعطي كل وقته لهذا العمل. فالفراغ الموجود وربما حالات الفقر الموجودة في مجتمعنا العربي والأحلام المكبوتة، يعني دعني أشدد هنا على الأحلام المكبوتة والمنافذ المغلقة في أوجه شبابنا، تودي بهم إلى الشارع، والشارع يتلقاهم بكل سهولة. ومن دخل إلى حياة الشارع مرة علقت عمره بتكون. فكان في عنا امتحان دولي، امتحان البيزا الدولي، بأخذوا كل أولاد العمر 16 سنة، بأخذوا عينات من كل دولة ويمتحنونهم في لغة الأم. وين طلعت إسرائيل؟ إسرائيل طلعت في أماكن، طبعاً إذا كنا في النتائج العرب واليهود مع بعض، إذا إحنا مع بعض أسوأ. إحنا في أدنى السلم من الدول المتدنية جداً، ولكن الدول العربية كلها ورانا، حتى تعرف إنه إحنا أعلى طبعاً ورانا. وإذا بنفصل علامات العرب عن اليهود، اليهود بيصيروا شوي أعلى. ولكن ماذا قال تقرير الـ OECD، تقرير هذه المنظمة الاقتصادية الدولية؟ التقرير قال إنه الطلاب العرب في إسرائيل لم يصلوا في إجاباتهم إلى استراتيجيات التفكير. 88% أعطوا نسبة واطية جدا، حوالي 79% من الطلاب العرب في الامتحان الأخير لم يصلوا إلى استراتيجيات التفكير العليا، منها التعبير عن الرأي. يعني إذا بنسأل الولد مثلا ما هو موقفك مما طرحه الكاتب في المقالة، علل، لا يستطيع أن يبدي رأيه، لا يستطيع أن يبدي موقفه. وأنا يعني أعود بهذا إلى التربية. هاي الأسئلة وإحنا أولاد صغار كانوا يعطونا إياها، لليوم طبعا استراتيجيات التفكير العليا، مقارنة، تصنيف، استنتاج، إبداء رأي، كل هذه الأمور يعني نعلم اليوم أولادنا عليها. لذلك نحن نربي للحياة، نعلم لغة عربية من أجل الحياة، هي تربية لغوية عربية. وهنا أنا أريد أن أستغل وجودي في قناة هلا، استغلي، وأن أقول لكل كلاسيكيين كفاكم، يعني صرخة من برنامج بسام جابر يحاور، حتى أقول لكل كلاسيكيين كفاكم يعني أن تقولوا نريد أن نخرج من مدارسنا الشرطوني والخليل الفراهيدي. نحن نريد أن نخرج من مدارسنا كل إنسان يستطيع أن يتأقلم وأن يعيش في القرن 21. المهارات اختلفت أستاذ بسام، يعني إعراب جملة، ماذا سيعطي إنسان سيعيش في القرن 21؟ مطلوب منه مهارات حياتية مختلفة تماما، مطلوب منه يبحث عن مادة في الإنترنت، نحن يجب أن نعلمه كيف يبحث عن المادة في الشبكة العنكبوتية. سؤالك تضع بإعراب جملة دكتور بربارة، يعني لما يعني هيك خلينا نسهل أسهل إشي. ذهب الولد إلى المدرسة، إنه الولد فاعل مرفوع بالضمة، شو إلى علاقة بالإشي اللي إحنا يلا تعال أقول لك. نحن نريد أن نحمل أولادنا
الكثير من الأشياء التي لا تستعمل، بدل ما نحملهن كل القواعد الأساسية. يعني أنت مع إنه الولد يعرف إنه ذهب فعل ماضي، الولد فاعل مرفوع ده إلى حرف جر، المدرسة مجرورة به، أنت مع إنه نشرة الولد يعرف هاي الأشياء ولا هاي مش مهمة؟ مش فاهمة أنا. يلا هات أقول لك. كل الأبحاث تقول إنه الولد لحد صف السابع الثامن يفهم الأمور المحسوسة التي يحسها وليست الأمور المجردة. أنا أعطيك مثال إسا يمكن تضحك، حتى أنا أجرب. فأنا سألت ولد هيك بالصدفة بالصف الخامس، بقول له هن قاعدين ومنعرب ومبسوطين، بقول له شو يعني فاعل مرفوع؟ طلع هيك في الولد قال لي يعني مرفوع على الكتاف. الأمور المجردة ليست مفهومة عند تلاميذنا، وهذا حق، لأنه الإنسان لا يفهم الأمور. يعني مجرور حدا جره يعني مجرور بنفس يعني المنطقة. طبعاً. يعني أعطيك كمان مثال اللي صار مع زميل لي، وأجا فازع دارع قال لي راوي اسمع شو صار. قلت له شو صار؟ قال لي فتت على المدرسة أستاذ عربي، فتت على الصف بقول لهم طولوا كتب الجغرافيا. أستاذ عندنا عربي. قال لهم طيب يا حبايبي طولوا كتب الجغرافيا. طالوا كتب الجغرافيا، قال لهم افتحوا صفحة 27 ودوروا لي على الفاعل. ولد بشد همته أستاذ. قال له الأستاذ مالك؟ قال له أستاذ بكتاب الجغرافيا في فاعل. يعني هذه الحادثة تضحك ولكنها تؤلم. إحنا من هذه الحادثة فهمنا أننا نعلم لغة عربية قواعد مثل الكيمياء. الأولاد بحس بأنه القواعد بس للعربي، هو لا يعرف أنه القواعد موجود في كتاب الجغرافيا والتاريخ والمدنيات. فمن هنا غيرنا النظرة. الامتحانات العالمية ساعدتنا نغير النظرة. الواحد هو بالمدرسة الثانوية حتى انت إسا عم تهدس شو كنت تتعلم وانت تتحكي معي. يعني ما كانش سيلك استمع يكتب لك يجيك امتحان ويحطك بيت شعر وأعرب كلمة كت من البيت. بربك كان يفيدك إشي؟ هي اليوم أنت أصبحت صحفيا ومسؤول عن قناة، وهل أفادك الإعراب في شيء؟ أنا بقول لك شو اللي أفادني. مدام سألتيني أفادني إني أنا بصف بين 11 والثاني عشر فوتت على غرفة، العطلة الصيفية كانت 70 يوم، عارفش اليوم فوتت على غرفة ما طلعتش منها إلا بعد ما خلصوا 70 يوم، درست كل اللي تعلمته من الصف الأول للصف 11 قواعد ولا كل المادة كل شيء. هاي اللي أنقذ حياتي. يعني الصحوة كانت في 70 يوما. يعني أنت تقول نستطيع أن نختصر كل سنوات الدراسة الحقيقة، لأن أنا بيني وبينك عارفش إذا مسموح لي أقول هذا الشيء. نعم جزء ممنوع، أنا ما حبيت المدرسة زي كل أولاد اليوم. معك حق، تعال ما نكذبش الأولاد بحبوش المدرسة. بس أنت بتعرف شو إسا أنت قلت لي، أنت أعطيتني الفكرة اللي في راسي إنه لماذا نثقل كواهل طلابنا من صف الثالث نعلمهم قواعد الرابع الخامس السادس السابع. طب تعالوا نجمع كل مادة القواعد نعلمها مرة واحدة مثلا في الصف التاسع. ليه مثلا كتاب زي النحو الواضح اللي كان كثير قوي وكثير بعلم القواعد ده مش موجود اليوم في الصفوف؟ يلا تعال اقول لك ليش. لانه النحو الواضح لما كتبوه علي الجارم، لما كتبه علي الجارم وعلي امين، وكان علي الجارم وعلي امين وش علي الجارم كان عضو في مجمع اللغة العربية في القاهرة، وطلبوا منه ان يكتب شيئا للمدارس، فكتب كتاب النحو الواضح. وبعدين فهم انه هذا الكتاب يعني يحدد عقل التلميذ، فبعد ما خرج من مجمع اللغة العربية كتب مقالة ضد كتاب النحو الواضح. في مصر ألغي من المناهج، نحن لم تصلنا الأخبار في حينها، بقينا نعلم في النحو الواضح، ولكن اليوم نحن نعلم القواعد الوظيفية. لحظة، شو العاطل في النحو الواضح؟ أنا قريته كله، قريت الجزء الأول والجزء الثاني والجزء الثالث، يعني تعلمت منهم القواعد. ممتاز. أنا بعرف قواعد نسبيا، أنا مش خبير قواعد، مش سيبوي، بس أنا بعرف نسبيا بقدر أدبر حالي. ممتاز. هذا كله تعلمته من النحو الواضح. حلو. عزيزتي تعال من النحو الواضح. مش من إشي ثاني ولا من إشي ثاني. تعال أحاول أنا هيك أقنعك في حوار بسيط. يعني مثلا إذا قلنا دخل الجميع إلى القاعة إلا بساما ولا إلا بسام، مفهوم الجملة إنه الكل فات بس بسام ضلوا برا. بعد إلا كيف بده يكون إلا؟ فإحنا جينا نعلم المستثنى. طب المستثنى قواعده كثيرة. مستثنى بإلا، نعم. المستثنى بإلا والمستثنى بغير وسوى والمستثنى بخلا وعدا وحاشا. يعني عندما كنت أعلم في المرحلة الثانوية وأعلم درس المستثنى كنت أنظر إلى عيون التلاميذ وأقول يا ربي شو هدول عم بفكروا.
شو كانوا بفكروا؟ أكيد كانوا يفكروا يقولوا ولا وين المعلمة، وين إحنا عم بتقولنا إذا كان المستثنى منه موجود والجملة مثبتة بيكون المستثنى منصوب، إذا المستثنى منه غير موجود والجملة غير مثبتة ممكن يكون المستثنى خليهم منصوب وممكن يكون بدل. خليهم يحبوك كثير ويفهموا الإشي. ما أنت بيستغربوش. ما هو إحنا السؤال لماذا نعلم قواعد اللغة العربية حتى نصل إلى فهم المقروء والى التعبير؟ لانك انت مفتش. لا لا مش معرفة. احنا مش احنا بدنا نصل لفهم المقروء ولا التعبير. لانك انت مفتش معرفة. نسهل القواعد نسهل. لانك انت مفتش معرفة القطريه كل في المجتمع الأغلب. العربي بدي اقول لك هيك انه انا تعلمت اللغه العربيه لاني حبيت المعلم اللغه العربيه. يعني انا متذكر المرحوم حسن بشاره من الطيري كان علم، انا تعلمت في مدرسه الطيبه الثانويه، كان يعلمنا اشياء. كان لما يجي مثلا يسرد لنا قصه مجنون ليلى يقعد يحكي لنا اياها، بالنسبه لنا زي درس الرياضه. طلع انا اللي بحبش المدرسه بالنسبه لي كان هذا زي درس الرياضه. بتعرف شو معنى يعني شو معنى درس الرياضه؟ حلو. شو معنى درس الرياضه؟ درس الراحه والفرح وتفريغ الطاقات طبعا. فكان بالنسبه لي درس اللغه العربيه حتى القواعد كان ياخذ الطبشوره خمس دقائق يكتب لنا جملتين ثلاث منه. تعلمت اللغه العربيه من المعلم الحبيب الله يرحمه وطول عمر الباقيين، اولاده عنده بيت عامر ابنه بروفيسور اليوم جهاد بشاره. فهاي هو اللي علمني، هو اللي حببني. فالسؤال اذا الإشي اكثر، انت مسكت النقطه الصحيحه، المعلم هو اساس كل العمليه التعليميه التربويه. أعطيني معلم بحب لغته، بحب موضوعه، أي موضوع كان جغرافيا تاريخ عربي الطلاب سيحبون الموضوع، وأهم من أن يحب موضوعه أن يحب التلاميذ. إذا أنت بتحب الأولاد اللي بتعلمهن ستنجح في كل ما تعلم. ولكن تعرفين أنا كنت معلم مدرسي. شو علمت؟ دش إيش علمت؟ عادي كل الدروس. كنت تعلم كما يفعلون الآن في المرحلة الابتدائية. كل الدروس معلم شامل. شامل كل الدروس. بس أنا دبرت حالي كنت متفوق هناك. أنا دائما الحمد لله بكل الأشياء اللي بعملها بكون عندي تفوق حتى بالتعليم. بس تركت. لماذا؟ لأنك إنسان عندك حلم وعندك رؤية، وكل إنسان عنده استقرار بالحياة وخدمة شعبي وأهلي وهيك شغلات كلها مهمة عندي. حلم إذا أردت أن تصل إلى أي مكان أولا احلم. قديش أنت بتحبي شغلك؟ لو أعطيك أربع ساعات تحكي هنا بالبرنامج بتخلصيش، بتكفيش تحكي لأنك بتحبي يعني الفاطميين والكتاب اللي كتبتيه وبلشون خرطة بلغة مبتورة لم نتحدث عنه بلسان. هذا يعني كتاب أنا أعتز به أستاذ بسام، هذا كتاب أنا حررته في 2019 فيه. اربطي بينه إنه هذا كتاب اللي هو شايفين الكتاب بلشون، لا زي ما حكيت بلسان مبتورة بلشون كروتا بلشون كروتا بلسان مبتورة. ليش مش خروتا؟ لأنه دائما بيجد كيفت بالأول تأخذ دقيش شد يعني بالعربي، وبتصير بدل ما تصير خروتا كروتا لازم تصير. فبلشون كروتا هذا كتاب اللي ترجمتيه أنت ولا شو؟ لا لا، هذا كتاب هو استثناء، بروزا فلسطينية بعفريت. هذا كتاب جمعنا فيه، أنا كنت المحررة ولست المترجمة، ليتني أستطيع أن أترجم بهذه القوة من الترجمة، بهذه القوة من الترجمة. هذا الكتاب ترجم بطريقة استثنائية، ومنه الآن نحن نفكر في بناء مدرسة جديدة في الترجمة في العالم. يعني الترجمة كانت في الأول فردانية، يعني بسام جابر مترجم بقعد في غرفته لحاله بترجم من العربي إلى العبراني وبيقدم القصة، ودرسنا قصصا قصيرة وقصائد ترجمت بشكل فرداني وجدنا فيها العديد من الأخطاء، لأنه نحن لا نترجم لغة، نحن نترجم حضارة. في هذا الكتاب جمعنا 74 قصة فلسطينية من الخليل، من رام الله، من غزة، من الأردن، من باريس، من تونس، من لبنان، من عربنا، من عرب الداخل، وترجمناها ترجمة ثنائية اللغة، ثنائية القومية، مترجم عربي مع مترجم يهودي، كاتب عربي مع مترجم يهودي. نفس المقطوعة، نفس القصة، نفس القصة اشتغلنا عليها بثنائية، ثنائية اللغة وثنائية القومية، وترجمنا. يعني بعد ما خلصوا ترجمة إلها مرروها على كمان مترجم يهودي أو يعني عربي. هاد أعطيك مثال، كاتبنا الكبير توفيق فياض هو الآن في تونس. تعرفوا توفيق فياض عمره احتفل بعيد ميلاده الثمانين قبل سنة. هو الآن موجود في تونس، يسكن ويقطن في تونس.
تونس كان هنا سجن في تحرير الأسرة، طلع راح على لبنان، قتلت زوجته في لبنان. أنا بعرف أنه من تونس تلفروني من جامعة، هذه جامعة تونس، طلبوا مني أن يعملوا معي مقابلة بالزوم عن بنت وهيك. ممتاز أفضل. ممتاز. فتوفيق فياض أعطانا قصة، ودكتور يوني مندل عم بترجمها للعبراني، فبتصلي بقول لي راوية كيف نترجم وأتت الأفعى على الفدانين؟ قلت له شو يوني عم تقرأ لي جملة يعني هيك، اقرأ لي كل السطر. أنا أقول لك أنا شو فهمت أنه خلصت عليهن، خلصت عليهن، أتت الأفعى على الفدانين يعني قضت عليهن. مش إنها جاءت. ممتاز، هاي أول مشكلة. المشكلة الثانية على الفدانين، فأنا بسأل جوزي هو محامي أراضي، بقول له شو يعني الفدانين؟ قال لي بتعرفيش الفدان؟ 5 دنومات يمكن، قطعة أرض. قطعة أرض طب كيف تقدر بحوالي 4 دنومات. طب إسا أنت قول لي كيف بدها تيجي، كيف الأفعى بدها تقضي على الفدانين؟ أنا بقدر أقول لك شو بفهم، بس مش أنا الهدف تبعكم يعني. أنا بقدر أفهم إنها هي يعني مثلا كان في هذول الفدانين مثلا مش النصاب فيران مثلا، وهي كل الفيران لماذا أتت عليها، خلصت على كل الفيران بالفدانين، كانوا محكين عن فيران أو أي شيء ثاني خلصت عليهم. معناك أنت مش فلاح، كنت اشتغلت بالفلاحة برا؟ أنا تخدنيش مثل، أنا بحب الزراعة والفلاحة. أنت ولكنك لست فلاحا ولا تعرف مصطلحات. طلع صرنا 12 ثانية يلا يلا هدقلك، بس تقرريش أنه أنا مش فلاح. لا أنا فلاح أصلي. دقلك أنه أتقل ليه، لأنه توفيق فياض لما سألنا قال لي راوية شو كنك مش فلاحة ليه يا بنتي؟ قلت له لا مش فلاحة، أنا من الناصري. قال لي الفدان هو الثور اللي بحرث الأرض، أتت على الفدانين يعني حلو. يعني أتت الثورين. حلو بجنن. كل احترام له عن جد، مع أنها بتنفهم التفسير الثاني مش غلط، أما يعني إنه أتت على الفدانين يعني على ما يشمل، على ما في الفدانين من أشياء معينة، سواء مثلا حشرات أو مثلا أكل معين. هذا أنا وأنت، ولكن الفلاح الفلسطيني يعرف إنه الفدان هو الثور الذي يحرث الفدان، كانوا يسموه فدان، الفدانين هن الثورين، أتت عليهن يعني أتلتهن. يعني هكذا نحن نترجم حضارة، لذلك التفسير كثير حلو، كان مهم أن يكون ترجمة ثنائية اللغة. عن جد كل الاحترام له. شو اسمه؟ توفيق فياض. توفيق فياض مشهور كثير، بس طبعاً. أنا ما طبعاً قصة النبع علمناها في المدارس سنوات، وهو عنده مجموعات قصصية والآن يكتب مذكراته، يكتب يومياته. الدكتورة راوية بربارة، أو بالأحرى الدكتورة راوية جرجورة بربارة، من الناصر أصلاً، من أبو سنان حالياً. بدي أشكرك شكراً جزيلاً. أنا متأكد شكراً. إنك أنت مش عارف إنه خلص البرنامج. لا، عندي البرنامج الطويل أن يقال، يعني كنت أحب أن أقوله، ولكن سررت. أعطيك دقيقة تنهي، تحب تقول إشي دقيقتين عن هاي مجموعة الكتب اللي أنتوا اللي بتكتبوا بتفكروا إنه كل العالم راح ينشغل فيها؟ لا. أنا أعرف أن أغلب العالم طبعاً، إحنا مجموعة هيك من المثقفين، ولكن أنا كان في عندي نداء لكل المثقفين، نداء واحد ووحيد، إنه أخرجوا من أبراجكم العاجية، تمترسوا في مواقع عطائكم، كيف أستاذ بسام جابر قاعد هنا حتى يعطي، هذا موقع عطاء، فلو كل واحد فينا أخذ موقع عطاء للمجتمع، مجتمعنا سيتغير. بدي أنا أبعث سلاماتي لزوجك اللي أنا بعرفوش، المحامي منير بربارة. شكرا. وإن شاء الله بنشوفك بالمناسبات العطائية الأخرى، بس بالعطاء، وإن شاء الله تبقى نخدم أهلنا وشعبنا. قناة هلا وموقع بنت أيضا يعني يملأان هذا المجتمع بالعطاء وبالخير. لما كنت عندي بشكل عام هيك هذا ذكرتيني بلبنان، بتضلوا أنتوا أهلنا في الجليل، الجمهور المسيحي بذكرنا في لبنان، وأنا بتابع أخبار لبنان وبحب لبنان كثير. عندنا أصول وجذور لبنانية، أغلب العائلات المسيحية هي عائلات بر الشام، بر الشام هو لبنان وسوريا يعني ما غلطتش أنا؟ لا طبعا. شكرا عزيزتي. 100 أهلا وسهلا. إلى هنا سيداتي وسادتي نأتي إلى نهاية برنامج بسام جابر يحاور. حاورت الدكتورة راوية جرجورة بربارة، وهي مفتشة المعارف العربية، وكان لديها الكثير من المعلومات من الإضاءات، ولكن وقتنا دائما محدود. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء. أهلا وسهلا فيك.